هلا والله فيكم. طبعا كلنا شفنا النجاح الساحق اللي حظيت فيه لعبة بال وورلد من اول يوم اطلاق لها، وطبعا في سبب للنجاح ان اللعبة ممتعة جدا وادمانية، لكن مو سهلة في التعلم، وفي حاجات كثيرة تاخذ وقت عشان تكتشفها في اللعبة. عشان كذا اليوم جبت لكم نصائح مهمة تفيدكم للمبتدئين فيها، وحتى الناس اللي متمرسة فيها ايضا بتفيدهم. اول شيء تسويه لما تبدأ اللعبة انك تبني طاولة الصنع في اي مكان تبيه، وعشان تبنيها تحتاج تجمع خشب وحجر وبس. ارجع ورا للكهف اللي طلعت منه وانزل الدرج، وراح تلقى صندوق تفتحه ويعطيك ادوات تفيدك. اختار مكان فاضي وما فيه زحمة اشجار ولا حجر عشان تبني قاعدتك فيه. بعد ما تلعب وتجمع الوحوش ارجع لقاعدتك وخلص المهام المطلوبة، وغالبا تكون تبني حاجات جديدة داخل القاعدة. اول شيء تسويه انك تبني سرير لكل وحش عندك في القاعدة عشان يساعدك فيها، لان الوحوش اللي في اللعبة هذه تقدر تخليهم يشتغلون في القاعدة، وراح يفيدونك كثير جدا ويريحونك من الشغل. وطبعا لا تنسى نفسك، لازم تبني لك سرير بعد، لكن اول شيء لازم تبني لك كوخ صغير وتحط داخل السرير. اما اسرة الوحوش ما يحتاج يكونوا داخل الكوخ. طبعا الوحوش لازم ياكلون، وعشان تضمن انك ما تخليهم يجوعون ابدا، اول شيء تسويه انك تبني سلة فواكه، وحاليا واحدة تكفي. بعدين لما تطور نفسك اكثر وقاعدتك تقدر تبني مزرعة، وابني ثنتين جنب بعض، وبعدين جمع الوحوش اللي عندهم قدرة ماء وزراعة، وراح يزرعون المزرعة ويسقونها موية، وبعدين ياخذون التوت الى شنطة فواكه الاكل، وبكذا تضمن ان وحوشك ما راح يجوعون ابدا. كل نوع وحش في اللعبة له خواص خاصة فيه من ناحية القتال، ولكن الاهم من هذا كله انك تشوف ايش خواصه في الشغل عندك. بعض الوحوش تخصصهم زراعة فقط، وبعض الوحوش تخصصهم تكسير الحجر بالتنقيب، وبعضهم اختصاصهم يطلعون موية مفيدة. فلازم تعرف نوع الوحش واختصاصه عشان تعرف وين تطلع منه فايدة في المزرعة، وعشان تقدر تشوف قائمة الوحوش عندك ومكتوب النوع اللي يتخصص فيه. عشان كذا لازم انك تصيد كل انواع الوحوش في اللعبة، لا تخلي ولا وحش الا انك صايده، وكل ما تصيد 10 وحوش من نوع واحد راح تحصل على نقاط خبرة اكثر. لما توصل لمستوى معين راح تقدر تبني حفرة حجر ومنطقة للاخشاب، وتحتاج انواع معينة من الوحوش مثل القرد والغزال عشان يحطب لك، وايضا القطو عشان يكسر الحجر. اكثر شيء مزعج في اللعبة هو الوزن المحدود اللي تقدر تحمله، لكن في حل بسيط، وهو انك تبني صناديق تخزين تحط فيها اغراضك. وايضا من الافكار الحلوة انك تبني صندوق صغير لكل مكان، مثل عندك حفرة الحجر ومنطقة الاخشاب وحتى مزرعة الدجاج، عشان الوحوش كل ما يطلعون الموارد يحطونها لك على طول في الصندوق. لما تيجي تصنع شيء ما يحتاج ابدا الاغراض تكون معاك في جيبك، لكن لازم تكون موجودة في الصناديق اللي في القاعدة. عشان كذا قلت لكم تحطون صناديق في كل مكان، وبكذا تقدر تصنع من غير ما تتعب وتروح تجيب الموارد اللي تحتاجها في جيبك. لما تسمع صوت مثل اللمعان اعرف ان في وحش نادر مثل الدجاجة الكبيرة، ولا تفوتك وحاول انك تصيدها ولا تقتلها، وراح تستفيد كثير من انها تنضم معاك. لما شخصيتك تموت في اللعبة اغراضك كلها بتطيح منك في مكان موتك، وتقدر بكل سهولة ترجع لها وتاخذها من جديد. عشان كذا لا تخاف ابدا انك تواجه زعماء، لانك لو خسرت تقدر تعيد من جديد وتاخذ اغراضك. وهذه كانت نصائح اللعبة اللي تفيد المبتدئين، اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم، وشكرا للمتابعة ومع السلامة.